والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة وتحمل الكل وتقري الضيف وتغيث المنهوف وتعين على نوائب الحق. تأملوا عباد الله كيف أن خديجة رضي الله عنها استدلت بأن الله تعالى لا يخزي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كان يفعل أمورا هي من مكارم الأخلاق، مع أن ذلك كان قبل الإسلام. لقد ذكرته بأنه يصل الرحم ويصدق الحديث ويؤدي الأمانة، ثم إنه يحمل الكل وهو الضعيف، ويكرم الضيف ويغيث المنهوف ويعين على نوائب الحق. إن غالب هذه الأفعال التي امتدحت بها خديجة رضي الله عنها زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من الأفعال التي يبذلها الإنسان مما ينتفع به غيره، وهي أمور كانت ممدوحة في الجاهلية لأنها من مكارم الأخلاق ومن شيم العروبة، وفيها مساندة للضعيف وصلته والوقوف معه. وجاء الإسلام بالتأكيد عليها وتعزيزها وترتيب الأجر والثواب الجزيل لفاعلها. عباد الله، الصدقة برهان، وهي دليل على صدق الإيمان وسبب لحب الرحمن، كما جاء في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الله تعالى قال في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الصدقة عباد الله كفارة للذنوب والخطايا. جاء في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف. وفي الجنة باب لأهل الصدقة، وإذا حشر الناس يوم القيامة واشتد الكرب ودنت الشمس من رؤوس الخلائق، فإن المتصدقين يتفيؤون في ظل الله وتسترهم صدقاتهم. ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، رواه أحمد وصححه الألباني. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. ولما سمع بعض التابعين هذا الحديث كان لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشيء ولو كعكة أو بصلة. والصدقة عباد الله سبب في بسط الرزق وسبب في طول العمر، وهي تدفع البلاء والأمراض عن المتصدق وأهل بيته، وسبب للشفاء. روى البيهقي والطبراني وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: داووا مرضاكم بالصدقة. والصدقة تمنع ميتة السوء ومصارع السوء. روى الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. ولذلك كان السلف الصالح يفرحون بمن يسألهم، فهذا سفيان الثوري رحمه الله ينشرح إذا رأى سائلاً على بابه ويقول: مرحباً بمن جاء يغسل ذنوبي. وكان الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: نعم السائلون يحملون أزوادنا إلى الآخرة بغير أجرة حتى يضعوها في الميزان بين يدي الله تعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا
أصحابه ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه ولا تعصوه. عباد الله، يظن البعض أن الصدقة خاصة بكبار التجار أو بمن أنعم الله عليه باليسار والغنى. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم؟ فقال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتؤمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، ألا وقد كان لفلان. وروى النسائي وغيره وصححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبق درهم 100,000 درهم رجل له درهمان، فأخذ أحدهما فتصدق به، ورجل له مال كثير فأخذ من عرضه 100,000 فتصدق بها. ولذلك فإن من نعمة الله تعالى علينا في هذه الأزمنة وفي هذه البلاد خاصة تيسر وسائل الصدقة على المحتاجين، فالتحويل للجمعيات النظامية متيسر بضغطة زر والمرء في بيته، وكذلك توجد بعض المبادرات والبرامج الحكومية كمنصة إحسان وفرجت وغيرها، حيث تتولى جهات تلمس احتياجات الفئات الأكثر حاجة، ثم تيسر تفريج كرباتهم لمن يرغب بذلك مع حفظ كرامة المحتاج. يا من تصدق مال الله تبذله في أوجه الخير مال المال نقصان، كم ضاعف الله مالا جاد صاحبه، إن السخاء بحكم الله رضوان، الشح يفضي لسكم لا دواء له، مال البخيل غدا إرثا لمن عانوا، إن التصدق إسعاد لمن حرموا، أهل السخاء إذا ما احتجتهم بانوا. فاللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واجعلنا من المتصدقين يا رب العالمين. ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، على الرحمة المهداة محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن صحابته أجمعين وعنا معهم بواسع إحسانك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم واجمع كلمتهم على الحق يا ذا القوة المتين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا رب العالمين. اللهم أمنا في أوطاننا، واصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق إمامنا ونائبه لكل خير، اللهم هيئ لهم بطانة صالحة ناصحة تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين، وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، واشملنا برحمتك وعفوك وغفرانك يا ارحم الراحمين. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا غيثا هنيئا مريئا، صحا غدقا، نافعا غير ضار. اللهم تسقي به البلاد والعباد، وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم سقيا رحمه، اللهم سقيا رحمه، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق يا رب العالمين. اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا، اللهم فارسل السماء علينا مدرارا، اللهم لا تمنعنا فضلك بسوء ما عندنا، اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك، اللهم فاغثنا، اللهم فاغثنا ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اغثنا يا رب العالمين، اغث اوطاننا بالامطار، واغث قلوبنا بالايمان، اللهم اغثنا يا ربنا ولا تجعلنا من القانطين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الذي لا يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون.